مشاهدينا الكرام، برحب بيكم حلقة جديدة من حلقات المشهد، تأتيكم من قناة النيل من القاهرة. حلقة اليوم من مشهد مثير ومشهد ساخن من المملكة العربية السعودية، وفي مشهد طلعنا عليه في مطلع العام الجديد، واستيقظ العالم على تنفيذ حكم قضائي بالإعدام على 47 إرهابيا ممن هددوا أمن المملكة، وكان منهم الزعيم الشيعي باقر النمر. هذا الأمر أثار حفيظة إيران بشدة، وبلغ الأمر أن بعض المسؤولين الإيرانيين حذروا المملكة ووجهوا تحذيرات عنيفة جراء تنفيذ هذه الإعدامات. وأيضا قام بعض المتظاهرين بمهاجمة السفارة السعودية بطهران، وهناك أيضا بعض التصعيدات الجديدة اليوم، وهو أيضا ما اعتبرته الرياض من جانبها تدخل سافر في الشأن الداخلي السعودي. السعودي قامت على إثره باستدعاء السفير الإيراني بالرياض، وأبدت الاعتراض على تصريحات المسؤولين، وحذرته وحملته أمن السفارة السعودية وطاقم السيناريوهات. هذا الحكم القضائي والتصعيد ما بين السعودية وإيران بعد إعدام هذا الزعيم الشيعي باقر النمر، موضوع حلقة اليوم مشاهدينا الكرام من برنامج المشهد. ومعنا ومعكم حول هذا الموضوع في الاستوديو الأستاذ محمد طلبة، مدير مكتب جريدة احقاد السعودية بالقاهرة والكاتب السياسي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. مشاهدينا، قبل أن نبدأ الحوار نخرج معكم لمشاهدة هذا التقرير للمزيد من التفاصيل حول موضوع حلقة اليوم، ونعود إليكم مرة أخرى. ضمن سياسة تمتاز بالجرأة تعتمدها المملكة العربية السعودية إقليميا لمواجهة خصمها اللدود إيران، جاء إعدام الشيخ الشيعي نمر النمر، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى التوتر المذهبي فضلا عن تسعير النزاعات خاصة في سوريا واليمن. فبعد ساعات من إعلان المملكة إعدام 47 إرهابيا بينهم النمر الذي شكل أحد أبرز وجوه الاحتجاج ضد الحكم السعودي في 2011، اشتدت حدة التوتر بين السعودية وإيران، حيث هاجم متظاهرون غاضبون سفارة المملكة في طهران، بينما استدعت الرياض السفير الإيراني لديها للاحتجاج على انتقادات بلاده لتنفيذ حكم الإعدام. وانتقدت أطراف شيعية عدة في المنطقة إعدام النمر، لا سيما المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني وحزب الله اللبناني. ويرجح المحللون أن يشكل إعدام النمر نقطة تحول، خاصة أن النمر أوقف قبل أكثر من 3 سنوات أحدث فصول التوتر بين إيران ذات النفوذ الواسع لدى الشيعة بالمنطقة، والسعودية التي تتهمها بالتدخل في شؤون الدول العربية المختلطة مذهبيا كالبحرين والعراق ولبنان. المملكة السعودية بدورها حذرت من أي هجوم ضد منشآتها وسفاراتها، وأعربت عن استهجانها واستنكارها الشديدين لتصريحات إيران العدائية تجاهها. وفي نفس السياق جاءت ردود الأفعال الخليجية داعمة للموقف السعودي في مواجهة التدخل الإيراني. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وبرحب مرة أخرى بضيفي الأستاذ محمد طلبة، الكاتب السياسي ومدير مكتب جريدة حقاد السعودية بالقاهرة. أهلا بك مرة أخرى أستاذ محمد. بعد ما شاهدنا في التقرير، دعنا نبدأ من صلب الموضوع، وهو التصعيد الذي من المتوقع أن يستمر وأن يزداد حدة في الساعات المقبلة ويمكن في الأيام المقبلة. كيف تقرأ سيناريوهات التصعيد في ظل ما حدث بالأمس من تفجير السفارة السعودية في الرياض وما حدث في طهران عفوا، وما حدث اليوم منذ ساعات كما أخبرتني سيادتك في بغداد؟ لا، هو التصعيد سيتواصل، خصوصا أن المسألة، أنا أعتقد أنه المسألة مسألة صراع نفوذ خاصة من الجانب الإيراني. والدليل على ذلك، يعني خلينا نشوف مين اللي استنكر أو تحفظ على الأحكام القضائية اللي صدرت في المملكة وعلى تنفيذ هذه الأحكام. هتجد إيران وبهذه اللهجة الصفيقة جدا تلاها الحوثيين ثم حزب الله وهكذا. يعني أنت المسألة مسألة اصطفاف
من الواضح انه النفوذ الايراني استكبر انه يصدر حكم قضائي ويتم تنفيذ هذا الحكم القضائي بغض النظر عن انه هل هذا الحكم القضائي استوفى كل المراحل القضائية اللي يجب ان تراعى في مثل هذه القضايا السياسية. وانا اعتقد انه هذا الحكم صدر بعد مراحل قضائية مختلفة فيها القضاء المشترك 3 قضاة، فيه الاستئناف 5 قضاة، فيه النقض 5 قضاة. بغض النظر عن موقفك كدولة ايا كانت ايران او غيره، لكن ليس بهذا الشكل يجب ان يتم الاعتراض على حكم قضائي. وانا اتصور ان الحكم القضائي دائما له مراحله وله طرق الاعتراض عليه من قبل من هو ذي صفة، لكن الحقيقة انه هو صراع مذهبي، محاولة للمزيد من فرض النفوذ الإيراني في المنطقة في إطار مخطط قديم قوي فارسي، ربما بدأ عندما عاد الخميني إلى طهران. ونذكر ما قلته الصريحة أن الإسلام نطق طوال الفترة الماضية باللسان العربي، لكن يجب أن ينطق باللسان الفارسي بدءا من الآن. وبالتالي أنا أتصور أنه سيظل التصعيد مستمر، وسوف يطال المناطق التي لإيران نفوذ فيها. وزي ما حضرتك أشرت أنه قذيفة صاروخية تسقط قرب السفارة السعودية في بغداد مع أنه النهاردة من ساعات قليلة النهاردة، مع أنه كان السفير السعودي بيستعد للعودة إلى بغداد خلال أيام، وكأن المسألة مدبرة لقطع الطريق على عودة العلاقات السعودية العراقية إلى كامل مستوياتها. البعض ممن استنكر التصعيد الإيراني كان يقول أن المحكمة التي حكمت هي محكمة سعودية، المتهمون مواطنون سعوديون، القضية هي قضية أمن يخص أمن المملكة بشكل خاص، فلماذا التدخل الإيراني؟ فهل هذا يؤكد أن الصراع هو ليس صراع بالفعل مذهبي ولكن هو صراع سياسي؟ يعني أخشى ما أخشى أن يتحول المسألة إلى صراع مذهبي. يعني بالتأكيد أنا أعتقد أنه لعبة الفوضى الخلاقة بتهدف بالدرجة الأولى إلى تحويل الصراعات في المنطقة إلى صراعات إثنية مذهبية، وده أرجو ألا ننجر إليه، لأنه في منتهى الخطورة. طبعا بالتأكيد إيران بتلعب على هذه الورقة، بدليل حاجة أن اللي تم إعدامهم 47 واحد فقط اعترضت على نمر النمر اللي هو الشيعي الزعيم الشيعي، مع ملاحظة حاجة، ده حتى من ضمن 47 دول في واحد مصري أظن اسمه محمد عبد العاطي أو شيء من هذا القبيل. لكن أنت يجب أن تحترم حكم القضاء، ويجب أن لا يتدخل أحد في الأحكام القضائية. ويمكن إحنا في مصر عانينا كثيرا من هذه المسألة، يعني دائما كان عندما يصدر أي حكم لا يلقى هوى في الغرب يتم التلويح بحقوق الإنسان وأشياء من هذا القبيل. لكن مرة أخرى لم يحدث عندنا في مصر هذا التصعيد من قبل في أي حكم الأحكام، فلماذا التصعيد المسألة لا علاقة بالمذهبية. نعم. يعني مرة أخرى أذكركم بأنه اللي تم إعدامهم 47 واحد فقط اللي يتم الاعتراض عليه وذكره في جميع البيانات الإيرانية ومن لفها، يعني سواء كان حزب الله أو الحوثيين بالمناسبة أطلقوا عليه لقب البطل الشهيد. يعني المسألة مرتبطة فقط لا لها علاقة بحقوق الإنسان ولا غيره. يعني وإلا كنا كلمنا عن 47 واحد من أساسه. يعني كمان ما تلا ذلك من التصعيد، يعني الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد. يعني ما تقوليش بكل براءة انه النظام الايراني بعيد عن التخطيط لمثل هذه التصرفات التي تتعارض مع كافة الاتفاقيات الدولية. بلاش التخطيط، على الاقل غض الطرف عن هؤلاء المتظاهرين الغاضبين.
فبالتأكيد طبعا التصعيد مذهبي ودي الخطورة. يعني الخطورة يعني يمكن الآن صدر بيان برضو أيضا من الخارجية المصرية تتحدث عن استنكارها للاعتداء على السفارة السعودية في طهران. كل الأطراف الفاعلة في المنطقة بتحاول تحجيم هذا الصراع في إطاره الطبيعي، لكن إيران وأتباعها مصرين على التصعيد المذهبي وهذه هي خطورة الأمر. طيب خلينا نعود لحكم تنفيذ الإعدام اللي أصدرته المحكمة السعودية، ما هي الرسالة التي أرادت أن توجهها السعودية من خلال هذا الحكم سواء للعالم الخارجي أم الداخلي؟ أولا طبعا أنا أتصور أن في عدة رسائل السعودية حاولت أنها تبعث بها من خلال هذا الحكم. بداية أنه المسألة لا علاقة لها بالمذهبية على الإطلاق، بل بحكم قضائي أتيحت له كل فرص، أتيحت للمتهمين فيه كل فرص الدفاع عن أنفسهم في خلال سلسلة من درجات التقاضي، ده تم. الحاجة الثانية كمان يعني من حق السعودية أن ترفع كرت أحمر في وجه من يعبث بأمنها، يعني أنا أعتقد ده حق مشروع بالنسبة لأي دولة. يعني لماذا نستكسره على السعودية وعلى أي دولة من أساسه؟ الأحكام القضائية يجب أن تكون محل احترام من قبل الجميع. الرسالة الثالثة أنها لن تأبه أو لا تأبه بالثمن الذي يحاول الإيرانيون تهديدها به. من الواضح جدا الإيرانيين مستمرين في المخطط بتاعهم، المخطط الفارسي الواضح بدءا من تدخلهم. عفوا أستاذ محمد، ماذا تقصد أن السعودية لا تأبه بما تهددها به إيران؟ يعني من إيران كان أول تعليق صدر كان من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال فيه أنها سوف تدفع ثمنا غاليا لإعدام نمر النمر. وأنا أعتقد إذا الدول حسبت الأمور بهذا المنظور لن تستطيع اتخاذ قرار يمس سيادتها أو يمس أمنها بأي حال من الأحوال. لكن التصعيدات من الأمس وحتى اليوم هي في أراضي سعودية وفي سفارات سعودية سواء في طهران أو في بغداد، ومن الممكن أن يقع ضحيتها مواطنون سعوديون، فهل السعودية لا تأبه بمثل هذه التصعيدات؟ لا، أنا لا أعتقد إطلاقا إنها، وعلشان كده البيان اللي هي أصدرته حملت فيه الإيرانيين مسؤولية الحفاظ على أرواح الرعاية اللي موجودين في السفارة بدءا من القائم بالأعمال. وأنا أتصور أيضا أنه يعني إذا كانت الهمجية سوف تفرض منطقة، لا أعتقد إطلاقا أن ده ما يجب أن يسود ما بين الدول. يعني بالتأكيد الرعاية الدبلوماسيين بالذات واتفاقية فيينا بتحفظ لهم أو تحمل الدولة المستضيفة للبعثة الدبلوماسية مسؤولية الحفاظ على البعثة وعلى أرواح العاملين في البعثة. بالإضافة لكده لأنه هو في سفارة أيضا في السعودية، في سفارة إيرانية، لكن لا أتصور أنه هذا المنطق الغوائي هو الذي يمكن أن يسود في المملكة العربية السعودية تحديدا. يعني لم نسمع إطلاقا عن مظاهرات تحيط أو تستهدف سفارة أجنبية في المملكة العربية السعودية. طيب توقعاتك لردود الفعل السعودية حيال هذه التصعيدات؟ أنا أعتقد أن السعودية سوف تلتزم بضبط النفس إلى أبعد مدى، وأتصور أن ده قد يؤدي، هي بالتأكيد طبعا الأمر لن يقف عند هذا الحد، لكن سوف تستهدف المصالح السعودية في أكثر من مكان، خاصة الذي يتميز به أو الذي يتسم بالنفوذ الإيراني، يعني في العراق، في لبنان، طبعا اليمن مشتعلة، ولو تذكر كان يفترض موضوع الحلقة هذا اليوم عن وقف الهدنة في اليمن. يعني اليمن لم تهدأ ولا أعتقد أنها سوف تهدأ قريبا، لأنه برضو المخطط، المشكلة أنه للأسف شديد أزماتنا العربية دائما مرتبطة بامتدادات إقليمية. يعني يمكن لو إيران ملهاش دخل بما يحدث في اليمن كان ممكن الوصول إلى كلمة سواء ما بين الفرقاء الإيرانيين حتى ولو كان منهم أطراف شيعية، لكن إيران بتلعب في المنطقة، ورد الفعل العربي الحقيقة للأسف يندى له الجابيين. ما زلنا في إطار
هنتكلم والإدانة والشك بيه. هنتكلم بالتأكيد على رد الفعل العربي بشكل نعم. أكتر، ولكن خلينا نرجع للنفوذ الإيراني في المنطقة. ما إيران لها مخطط قديم لتنفيذ الهلال الشيعي في المنطقة نعم. وهو ما الأمر الذي يشعر البعض أنه اقترب من التحقيق يوما بعد يوم بعد ازدياد نفوذ إيران سواء في سوريا أو العراق ولبنان واليمن والبحرين وغيرها من دول المنطقة والكويت. كيف ترى أنه يمكن أن يتم إحباط هذا المخطط؟ أنا أتصور أنه يجب أن تتوفر إرادة عربية أولا لإحباط هذا المخطط. الإيرانيين لا يخفون مثلما يقال الزمار لا يخفي زقنه أو شيء من هذا القبيل. الإيرانيين لا يخفون مخططهم يعني من كم شهر خرج أحد المسؤولين لا أذكر اسمه تحديدا الآن وقال إن إحنا خلاص عندنا 4 عواصم عربية أصبحت فارسية، إحنا في الطريق للعاصمة الخامسة يعني. فما هوش ما عندهمش مشاكل كتير قوي في المخطط اللي هم كشفينه تماما. إحنا كعرب مش قادرين نصدق الإيرانيين بيقولوا عندنا مخطط والعرب بيقولوا مش يعني ما هم مش قادرين يصدقوا إن عندهم مخطط للأسف الشديد. وإذا ما هو ده هيجرنا للحالة اللي حضرتك أحالت إليها اللي هو رد الفعل العربي. رد الفعل العربي متهالك ومتهافت إلى أبعد الحدود. وزي ما كنا بنتكلم قبل الهوى، إحنا عندنا كل مؤتمرات القمة العربية فيها أحد البنود الثابتة التي أستطيع أن أكتبها لك من الآن للقمم العربية الخمسة القادمة هو نوع من الإدانة والشجب والاستنكار للاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية. فقط لم نفعل شيء سوى الشجب والاستنكار ودعوة إيران للحوار. يعني تعالوا نتكلم مع بعض، نتكلم في ايه؟ يعني ناس احتلت وناس فرض الامر الواقع. وما زالت بالمناسبه في سفاره ايرانيه في الامارات، وما زال رجال الاعمال الايرانيين يعملون بشكل رائع للغايه في الامارات مع احترامنا الشديد والبالغ للامارات وللحب الاماراتي لمصر، لكن ليس لدينا اي رد فعل جدي الا اذا استثنينا بالفعل بغض النظر عن موقفنا منه التحالف العربي الذي تقوده المملكه العربيه السعوديه في اليمن. خلينا هنتكلم عن التحالف العربي، ولكن دعنا ناخذ اتصال هاتفي معنا الاستاذ تركي السديري المشرف العام على جريده الرياض السعوديه. اهلا بك يا استاذ تركي. اهلا بك، مرحبا. اهلا بك. حديثنا عن التصعيدات الايرانيه المتواصله منذ الامس وحتى اليوم على السفارات السعوديه بعد الحكم الذي أصدرته المحاكم السعودية بالإعدام على 47 من مواطنيها الإرهابيين الذين هددوا أمن المملكة. كيف ترى سيناريوهات التصعيد القادمة وردود الفعل السعودية حيال هذا التصعيد؟ كيف أرى إيش؟ كيف ترى ردود الفعل السعودية حيال هذا التصعيد؟ بالنسبة لرد الفعل الإيراني يعني؟ نعم، بالنسبة للتصعيد الإيراني في المنطقة عقب الحكم بالإعدام. هي إيران أساسا يعني من زمان مش من قريب لم يكن لها موقف عادل ولا موقف يعني حيادي مثلا أو محاولة تقارب أو تفاهم بين دول قريبة منها. لا يتوقف الأمر على المملكة العربية السعودية، علاقتها هي حتى مع الدول العربية عديدة ليس موقف مسالم وليس موقف يسعى إلى إيجاد تفاهم وتقارب، هذا غير وارد إطلاقا. فما حدث طبعا في اليومين الأخيرين هذه هو حدث داخلي بالنسبة للمملكة العربية السعودية. ما مفهوم يعني ايش المبرر ان تتدخل ايران ويعني يحدث ما حدث في بلادها وما حدث من تصريحات ومن كلام، يعني ما كان له مبرر اطلاقا. يعني هذا حدث داخل السعوديه وفي ظروف سعوديه ايضا خاصه، ما هو مبرر ان يعني يكون هناك هذا التدخل الا ما تلجا اليه دائما ايران من مساعي التدخلات في العالم العربي. ومع الأسف أنها أفسدت أوضاع بعض الدول العربية وليس كلها في تدخلها ويعني تحريضها لبعض فئات ضد فئات أخرى. هذا لم تستطيع أن تتمكن فيه
في المملكة العربية السعودية وفي دول أيضا لها استقلالياتها وقدراتها مثل مصر على سبيل المثال. وعكس ما وجد أن حدث في العراق وعكس ما وجد أن حدث في اليمن وسوريا مثلا. أستاذ تركي، هل تعتقد أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع الصراع الإيراني على أنه صراع سياسي أم هو صراع مذهبي ما بين السنة والشيعة؟ والله ما أعتقد أن مذهب سنة وشيعة لسببين. أولا ليس في المملكة خلاف شيعي وسني على من ناحية المبدأ، هذا ليس موجود إطلاقا من ناحية. من ناحية الثانية هناك أيضا شك أن تكون إيران أساسا لها اتجاه يعني إسلامي حقيقي، بمعنى أن احتمال أن تكون إيران أساسا غير متقبلة أن يكون هناك سيادة إسلامية أثرت على أوضاعها ومرت مئات السنين وهي مختلفة عما كانت عليه قبل أن يصعد الإسلام بالانتشار. فيعني مع الأسف إنه لم أحد يدرس أو أحد لم يتابع الأسباب النفسية داخل إيران نفسها في المؤثرات التي وقعت فيها يعني هلها حقيقي أن هناك تقبل في الإسلام. هذا هو يحتاج إلى المتابعة ويحتاج إلى التعرف في هذا الأمر. نعم، في النهاية أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ تركي السديري المشرف العام على جريدة الرياضة السعودية، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، خليني يمكن أوجه السؤال الأخير اللي سألته للأستاذ تركي لحضرتك. هل السعودية بحكم الإعدام على 47 ومنهم الزعيم الشيعي بقر النمر، هل هو من الممكن أن نأخذ أنه رسالة على أنها تحاول أن توقف المادة الشيعي في شرق المملكة والذي هو بالتأكيد يعني امتداد للنفوذ الإيراني في المنطقة؟ يعني لا أتصور أن الحكم في حد ذاته رسالة يعني، وإلا يعني طب ما هو فيه عدد كبير يعني إذا استثنينا النمر. طب بلاش نقول أن الرسالة هو خطوة في طريق مواجهة الامتداد الشيعي باعتبار أن بقر النمر كان زعيما شيعيا كبيرا له أفكار وينشر الفكرة الشيعية في المنطقة وله آراء ضد العائلة المملكة والمملكة. إيران لن تتوقف عن محاولة زعزعة الأوضاع الداخلية في دول الخليج كلها بما فيها السعودية وبما فيها البحرين وبما فيها الكويت، لن تتوقف عن ذلك يعني. وبالتالي هو حق مشروع للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج أن تقاوم محاولات التغلغل اللي بتتم من حين لآخر. لكن الأخطر من ذلك أن إيران أيضا تبحث عن نقاط الضعف في المنطقة لتخترق أو تفرض الحصار على الدول الفاعلة التي ترى أنها تقف في طريق أن يكون لها نفوذ أقوى، وحلم عودة الحلم بعودة دور رجل الشرطة ما زال بيداعب أذهان القادة الإيرانيين يعني باستمرار. وبالتالي هي ليست فقط في المنطقة الشرقية تحاول أن تمد أصابعها في المنطقة الشرقية في السعودية، حيث يوجد أكبر عدد من الإخوة الشيعة اللي أنا شخصيا أعتقد أنهم، وأنا عشت فترة في المملكة العربية السعودية، أعتقد أنهم بيحصلوا على حقوقهم كمواطنين سعوديين بدون تفرقة. بل النمر والمجموعة قادة المجتمع الشيعي استغلوا فترة فعلا الربيع العربي في التصعيد المبالغ فيه يعني. ما قبل الربيع العربي كان وضع مختلف تماما يعني، ورغم ذلك تتعامل المملكة معهم، كانوا موجودين وكانوا يعملون وينشرون أصلا، ولكن بعد 2011 رغم ذلك كانت المملكة تتعامل معهم بنوع من ضبط النفس البالغ. الخطورة ليست فقط على المنطقة الشرقية، وأعتقد أنها إلى حد ما محصنة، لكن اللعب في الجنوب عن طريق اليمن. أتصور اليمن بؤرة خطرة للغاية، وأنا أعتقد أن النزاع فيها سيستمر
طويلا يعني لن تجد نهاية. والمشكلة انه الحقيقة ان الفوز الايراني عندما يتدخل في اي دولة يحول الازمة او يحول المشكلة الى ازمة مزمنة يعني غير قابلة للحلول التي يمكن ان تعود بك الى ما قبل ظهور المشكلة او الازمة، بدليل سوريا على سبيل المثال الان. يعني رغم كل المحاولات الدؤوبة من اطراف مخلصة، انا اشك في ان سوريا سوف تعود كما كانت سوريا السابقة. لبنان الآن هناك دولة داخل دولة اسمها حزب الله. اليمن مهددة بالتقسيم البشع، وبالمناسبة المشكلة في خطورة اليمن أنه في المنطقة الواحدة توجد أكثر من مذهب أو اتجاه. يعني تجد القاعدة والحوثيين تواجدوا في جنوب اليمن. الآن اليمن اللي كان ممكن حل مشكلته بانفصال الشمال عن الجنوب، الآن من الصعب جدا لأنك أنت يعني ربما تجد نفسك مضطر إلى التقسيم إلى 6 دويلات في اليمن. فخطورة النفوذ الإيراني عندما يصل أو يضع تطأ قدمه منطقة ما إنها تحول المشكلة إلى أزمة مزمنة. الاتفاق النووي الإيراني والسماح لبرنامج إيران النووي، البعض رأى أنه بمثابة الضوء الأخضر لإيران لزيادة نفوذها في المنطقة، هل تتفق ام تختلف مع هذه الاراء؟ انا يعني تعرف خلينا ما ناخدش الامور دائما بحسن النيه المعهود فينا كعرب، يعني انه مجرد ان احنا نعرب عن قلقنا فترد امريكا تقول لا انا حريصه جدا على انه مش هيحصل حاجه وانه لن نسمح لايران. لا، الاتفاق النووي الايراني يسمح لايران بالتمدد والنفوذ. الجديد فيه بقى انه بمباركة وموافقة الغرب اللي بيعمل نوع من تقاسم الادوار او تقاسم مناطق النفوذ يعني، وافغانستان ليس بعيدة عنا. يعني ايران تركت افغانستان لامريكا والغرب مقابل ان ترك الغرب العراق لايران. لما مسألة تقاسم النفوذ والاتفاق خطير للغاية، وانا اتصور انه المخاوف الخليجية من هذا الاتفاق مشروعة تماما، لكن دايما احنا بيطمنونا او بنكتفي بالكلام المطمئن يعني. طيب لو تكلمنا عن التحالف العربي المشترك لمحاربة الإرهاب في المنطقة، هل تراه أداة في يد السعودية لمقاومة ومحاربة النفوذ الإيراني، وكيف تقيم دور التحالف العربي حتى الآن؟ انا افترض ذلك بالفعل يعني حتى لو ده حصل ايه المشكلة؟ يعني هو مش من حق السعودية انها تأمن حدودها، مش من حق السعودية انها تدافع عن ان حدودها تخترق بنفوذ دول لها اهدافها ولها اجندتها، مع ملاحظة حاجة انه لا، اللي حاصل في اليمن خطير جدا 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 على الجميع بما فيهم مصر. يعني وقوع باب المندب فقط في يد الحوثيين ويد الحوثيين معناها يد الإيرانيين في منتهى الخطورة، رغم ان ده ممر مائي دولي والمفروض ان العالم كله يدافع عنه. الحاصل في اليمن يعني الاستقطاب الشديد لليمنيين الان. اليمنيين الان انا اتصور ان في بعض البيوت فيها حوثيين وفيها قاعدة وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، يعني شيء بشع. انت الان بتتحدث عن جنوب اليمن اللي كنا دايما نقول انه دولة انه الاشتراكيين او النظام الاشتراكي هو المسيطر على جنوب اليمن. لا، جنوب اليمن بقى توليفة غريبة جدا من الا يحق للسعودية ان تقلق؟ الا يحق للسعودية ان تقود تحالف تدافع به عن امنها الفناء الخلفي؟ اليمن بالنسبة لها الحدود ما بين اليمن والسعودية عبارة عن سلك شائك. فأولا من حقها، ثانيا لا، في خطورة وخطورة حقيقية على المنطقة بالكامل. ومرة تانية يعني المشكلة ان احنا العرب ما بنشوفش الخطر بشكل جيد او بنشوفه ونحاول نبص في الناحية التانية. وجود قوة عربية مشتركة في المنطقة، كيف ترى اهميته في هذا التوقيت، وخصوصا ان هناك بعض القيادات العربية المؤيدة لإيران في بعض دول المنطقة مثل العراق وسوريا وقطر كما ذكرنا منذ قليل، بالشكل الذي من الممكن أن يهدد كيان هذه القوى العربية المشتركة ووجودها من الأساس؟ نعم.
هو بالتأكيد طبعا اعترضت الأطراف اللي حضرتك أشرت إليها، اعترضت أصلا على قيام قوة عربية مشتركة، ويعني الاعتراض أخذ أكثر من مستوى، منه التحفظ ومنه طلب إجراء دراسات معمقة، إعطاء مهلة من الوقت للمزيد من البحث عشان ما يظهر، لكن كان طبيعي جدا أنهم يعترضوا. أنا أتصور أن القوة العربية المشتركة يعني خيار في غاية الأهمية، وإن كنت أشك أن يولد بسبب الاختلافات الاستراتيجية بين الدول العربية، وأتمنى لو يعاد النظر فيه بحيث أنه يطبق بشكل من مجموعة من الدول الفاعلة أولا والقادرة والمتناغمة سياسيا، لكنه بهذا الشكل أنا أعتقد أنه ولد ميتا. هل ترى أن القوى العربية المشتركة هي الحل الوحيد أو الأخير لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، أم من الممكن أن يكون هناك حلول أخرى؟ هو البديل الأفضل لكل التدخلات التي حدثت قبل ذلك، سواء كانت تدخلات الناتو في ليبيا أو تدخل كل الأطراف في سوريا أو تدخل أو اليمن، يعني هو البديل الأفضل إذا تحقق أو كتب له أن يرى النور. نعم. بالعودة للحديث عن باقر النمر، هو كان شيخ له بعض الخطابات غير الدينية، هي خطابات تحريضية ضد المملكة وتدعو لانفصال الشرق السعودي. هل بإعدام باقر النمر ستنتهي هذه الدعوات أم ستستمر أيضا؟ أعتقد هتستمر، وحيظهر آخرون مثل النمر لسبب أساسي. ألا تعتقد أن حكم الإعدام سيردع من تسول له نفسه أن يستمر، أم كيف ستتعامل السعودية مع من لم يرتدع منه؟ المشكلة أنه لو كانت المسألة متعلقة باتجاه فرد أو باتجاه مجموعة من المواطنين في داخل دولة، لكن المشكلة الامتداد المذهبي مع إيران، أو خلينا نتكلم بشكل أدق جسر النفوذ التي تحاول طهران مده ليصل إلى هذه المناطق، وأهون الأسباب أو أقل الوسائل عندها هي التحريض على القلاقل في المناطق الآمنة التي يعيش فيها الشيعة. وبالتالي أنا أعتقد أنه قد تكون هناك رغبة من قبل المواطنين في هذه المنطقة في التهدئة، خصوصا بعد إعدام النمر. لكن هل إيران لديها هذه الرغبة؟ أنا لا أتصور على الإطلاق. وحتى في حالة التهدئة ستكون تهدئة مؤقتة؟ بالتأكيد تهدئة مؤقتة. البعض يرى الصراع السني الشيعي في المنطقة بشكل عام أن هناك أطراف خارجية تسعى لتأجيج هذا الصراع بين دول المنطقة بشكل عام، وليس فقط بين إيران والسعودية. هل تعتقد في هذا الرأي بوجود بالفعل أطراف خارجية تسعى لهذا؟ هذا صحيح وخطير للغاية. وأنا أتصور يمكن كم من أكثر الناس اللي شافوا هذا الخطر مبكرا السيد عمرو موسى أيام أن كان أمين عام للجامعة العربية، ونادى بإطار مسماه كده فضاء الجوار، بحيث أن احنا نصل إلى كلمة سواء مع الدول المجاورة لنا ومنها إيران وتركيا، الدول غير العربية المجاورة للدول العربية منها إيران وتركيا وتشاد في أفريقيا وكذا وكذا. وكان إيران على وجه التحديد كان الرجل بيركز على إيران لمحاولة نزع فتيل مؤامرة الصراع السني الشيعي. وأنا أعتقد أنه من أخطر التحديات التي تواجه المنطقة الآن هو مسألة إزكاء الصراع السني الشيعي، لأنه في منتهى الخطورة، لأنه خاصة أنه هو إسلام فقط. يعني بعد محاولة الواقعة ما بين المسلمين والمسيحيين، الآن تحاول الواقعة داخل الدين الواحد. طيب، معنا اتصال هاتفي من الأستاذ مدحت حماد المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ مدحت. أهلا بك يا دكتور مدحت. أهلا بك. كيف ترى وتقيم ما يحدث منذ الأمس من تصعيد إيراني للأحداث الحكم
الإعدام على 47 إرهابي، كيف ترى هذا التصعيد وتأثيره على النفوذ الإيراني في المنطقة؟ أولا اسمح لي حي ضيفك الكريم وأحييك، ربنا يخلي. في النقطة الثانية بالنسبة لموقف إيران تجاه إعدام 47 شخصية في المملكة العربية السعودية، يعني إيران ما يهمهاش 47 شخص قد ما بيهمها اللي هو الشيخ النمر. إنما فكلام كل المسؤولين الإيرانيين كلهم بيتكلموا عن إعدام النمر باعتباره رجل دين شيعي، وما يعني يستدعي هذا الحديث من تداعيات مذهبية. وبالتالي إيران زي ما قلت ساعتك ما يهمهاش 46 شخص الآخرين بقدر ما يهمها النمر، وإذا كان هناك بعض الشخصيات الشيعية أو الأفراد الشيعية برضو يخشوا في نفس الدائرة. النقطة الثانية سعادتك، هل من هناك تصعيد؟ إيران بتسعى إلى التصعيد؟ سعادتك سألتني كده؟ نعم. لا يعني ما كيف تقيم هذا التصعيد والسيناريوهات المتوقعة للتصعيد وردود الفعل السعودية؟ أولا أنا متابعتي النهاردة للمصادر أو للمصادر الإيرانية والتصريحات من أول علي خامنئي لغاية جواد ظريف، في ظن الشخصي أنه التصعيد بتاع إيران لا يخرج من دائرة الرغبة في إظهار أن إيران بالفعل هي حامية الشيعة في المنطقة، لكن أن تمتد هذه الرغبة لتصعيد حاد في منطقة الشرق الأوسط، أن تمتد هذه الرغبة لأن هي تصطدم بالمملكة العربية السعودية فقط، لا أعتقد أن الأمر في داخل إيران قد يصل إلى هذا الشكل، لأنه الخطاب حتى المسؤولين في إيران يعني علي خامنئي المرشد لما بيتكلم ما تكلمش عن انتقام إيران للجمهورية لعملية القتل، وإنما اسمح لي هو قال كلمة خطيرة جدا، قال لك يعني حتى كتبتها كده، بدون شك سوف تمتد يد الانتقام الإلهي للسياسيين السعوديين. ده تايتل وجملة قالها علي خامنئي كرد فعل، هو ما قالكش إحنا هنا كنظام حكم هنعمل كذا، ما قالكش إحنا ككذا، هو أوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، واخد بالك من اللي أنا أقصده؟ فبالتالي الدولة الإيرانية أو النظام الإيراني هو يوظف الحدث لشحن الشيعة في المنطقة ولعمل ضغط نفسي على المملكة العربية السعودية ليس إلا، لكن تمتد الموضوع لصدام مسلح لصراع شديد. أعتقد أنه يعني قد يكون هذا الأمر يعني خارج المستبعد في هذا التوقيت. بنشكرك في النهاية شكر جزيلا الدكتور مدحت حماد المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. هل تتفق مع نظرية الدكتور مدحت؟ الدكتور مدحت حماد من أفضل الخبراء في الشؤون الخليجية والإيرانية، لكنني يسمح لي أن أذكره بما حدث سنة 86 و87 عندما حدث صدام ما بين المملكة العربية السعودية وما بين إيران، صدام أدى إلى قتلى يعني أو محاولة تفجير الحرم سنة 86، الحجاج دخلوا ومعهم متفجرات. وثانيا الصدام سنة 87 في العام التالي له، واللي أدى إلى مقتل حوالي 275 إيراني وعدد مقتل 402 سعودي، يعني كان في صدام، في حالة من الصدام. لكن ربما هل هذا التوقيت هو مناسب للصدام المباشر أم لا؟ أنا أتصور إنه الإيرانيين بالتأكيد هيدرسوا هذا الكلام بشكل جيد، وأنا شايف اللغة فعلا أتفق مع الدكتور مدحت حماد في إنه الجماعة أوكلوها إلى الله كنوع من الشحن المعنوي في داخل الإخوان الشيعة يعني. نعم، إذن الأيام والوقت هو من سيجيب عن تساؤلاتنا عن سيناريوهات التصعيد الإيراني داخل الأراضي السعودية. في النهاية أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد طلبة الكاتب السياسي ومدير مكتب جريدة عقاب السعودية بالقاهرة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا لمتابعتنا في هذه الحلقة من حلقات المشهد، غدا إن شاء الله حلقة جديدة وأسرة عمل جديدة، فإلى اللقاء.